أخبار اليوم. يا كابتن حسام، الإصابة الأخيرة أخبارها إيه؟ بقول له الحمد لله مفيش مشاكل، مالكش حجة بقى بيكسر الدنيا المرة الجاية. الاستثمارات اللي هتتحط هنا في قسم الكيموثيرابي مور ذان 80 مليون. بصوا، الجزء الاساسي في نشاط الجمعيه بالنسبه للمستشفى بهية 80% من كانسر السيدات من الثدي، جزء بجنيه ممكن نعمل اكتشاف مبكر، وبرهين 1000 جنيه ممكن نعالج. فدايما احنا بنفكر في الاكتشاف البدائي. جزء من الاساس اللي عندنا، النشاط الاساسي هو الاكتشاف المبكر. بنطلع قوافل خارجيه في الصعيد وفي الحاجات الاماكن دي كلها، بنطلع بعربيات اشعه ومع دكاتره بنعمل كشف على الناس في المنطقه. الناس اللي في الصعيد مش عارفين، يعني الستات ما بتعرفش تكشف على نفسها، ولو لقيت ما بتكشف. فجزء من عندنا هو الاكتشاف المبكر. هنا جزء اساسي عندنا برضه اجهزه الاشعه والعلاج. كل حاجه ليها علاقه بالنشاط الاساسي بتاعنا اللي هو الكانسر. اي جهاز، احدث جهاز في العالم في اي حاجه. مثال، احدث جهاز علاج اشعاعي يعني راديو ثيرابي في العالم موجود في هذا المكان. مش جهاز. على كل العاملين في المستشفى التوجه الى اماكن عملهم. على كل العاملين في المستشفى التوجه الى اماكن عملهم. وشكرا.